تم النهاردة مناقشة الإغلاق الخاص بالمحل بشكل عام بغض النظر عن كورونا موجود أو لا، تم مناقشة هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء؟ موجود وانتظروا خلال الساعات القليلة القادمة إن شاء الله وقرارين. القرار الأول سيصدر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يحدد مواعيد الغلق، لأن القرار المفروض يصدر من التنمية المحلية. يحدد مواعيد الغلق للمطاعم والمقاهي والورش الحرفية والمولات والمحال التجارية. القرار الآخر حيصدر من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يحدد أيضا مواعيد الإغلاق بالنسبة للبازارات السياحية والمطاعم السياحية وكل الأماكن التي لديها حاصلة على رخصة سياحية. فالقرارين دول سيصدروا خلال ساعات قليلة، ومجلس الوزراء وافق بالفعل على كل التفاصيل الخاصة بمواعيد الإغلاق. الساعة كام؟ لا الساعة كام بتختلف، يعني المطاعم والمقاهي هتكون الإغلاق الساعة 12 في الشتاء ويمتد للواحدة صباحا في الصيف، والواحدة صباحا أيضا هيكون هو موعد الإغلاق في الإغلاق في يومي الخميس والجمعة بالنسبة للمطاعم والمقاهي وفي الأجازات الرسمية. يعني لما بيكون في أجازة رسمية وعارفين الأسر بتخرج في الأجازات أو بتخرج أيام الخميس والجمعة عطلة نهاية الأسبوع، بيكون في طبعا يعني نسمح لهم بساعة زيادة بالنسبة للمطاعم فتغلق في الواحدة صباحا. فالواحدة صباحا هو موعد إغلاق المطاعم بالنسبة لأيام الجمعة والخميس والأجازات الرسمية، وفي فصل الصيف في فصل الشتاء بنقل ساعة وبتغلق المطاعم في الثانية عشرة منتصف الليل. بالنسبة للمحال التجارية هيكون موعد الإغلاق في الحادية عشرة مساء في الصيف وفي العاشرة مساء في الشتاء. وبالنسبة أيضا للجمعة والأعياد الرسمية بتعامل معاملة فصل الصيف، فبتزداد ساعة فبتغلق يعني 11، بتغلق كأنها في الصيف حتى لو الأجازة الرسمية وقع في فصل الشتاء.